هي لحظة مأساوية وبكل المقاييس. هكذا يقول سكان ومسؤولو ولاية ميريلاند عندما يتحدثون عن سقوط هذا الجسر العملاق، ليس بسبب تفرده كواحد من أطول الجسور في العالم، ولكن بما يمثله من قيمة أدبية واقتصادية بالنسبة لسكان الولاية. يقول البعض إن ما هو قادم في هذه الولاية سوف يكون معقدا لسنوات، وربما لسنوات طويلة، لأن عملية إعادة بناء الجسر لن تكون سهلة ولن تكون يسيرة. مسؤولو الولاية يقولون في مقابل ذلك أن العاجل الآن هو التعامل مع عمليات الإنقاذ التي تحدث على مدار الساعة في هذا الجزء من مياه النهر، على أمل الوصول إلى ناجين محتملين، سواء من أولئك العمال الذين كانوا يقومون بعملية صيانة الجسر لحظة السقوط، أو من أولئك الركاب الذين خانهم الحظ وتواجدوا فوق الجسر لحظة اصطدام السفينة بعمود الجسر. في كل الحالات هذه لحظة تاريخية مأساوية في حياة سكان ميريلاند، لكن هؤلاء على لسانهم وعلى لسان مسؤوليهم أكدوا أنهم جاهزون لرفع التحدي وإعادة بناء الجسر، ولكن قبل ذلك تضمين جراح من فقدوا ومن فقدوا أحبة لهم في هذه الولاية. رابح فلالي، الحرة، ميريلاند.